Elementary Modern Standard Arabic, Lesson 29, Vocabulary. المفردات الجاحظ الجاحظ قرن قرون قرن قرون ميلادي ميلادي ولد ولد البصرة البصرة كما كما ترجمت ترجمت عرف به عرف به أنتج إنتاج أنتج إنتاج وصل وصل المتوكل المتوكل مدة مدد مدة مدد قبيح قباح قبيح قباح وجه وجوه وجه وجوه ذكر ذكر شوهد شوهد ذهب يذهب ذهاب به ذهب يذهب ذهاب به دون دون لما لما رسم يرسم رسم رسم يرسم رسم صورة صور صورة صور قصة قصص قصة قصص ك ك ضحك يضحك ضحك ضحك
يضحك ضحك. Additional vocabulary. سيطرة سيطرة على. سيطرة سيطرة على. Basic text. The basic text will be read without interruption. الجاحظ الجاحظ من كبار أدباء القرن التاسع الميلادي. لسنا نعرف شيئا كثيرا عن حياته وهو صغير، لكننا نعرف أنه ولد في البصرة وأنه أحب العلم حبا عظيما، كما نعرف أنه درس كثيرا من الكتب العربية والكتب الأجنبية التي ترجمت إلى العربية. عرف الجاحظ بإنتاجه الأدبي العظيم، فقد كتب عددا كبيرا من الكتب، لكن كتبه التي وصلتنا ليس أكثر من 30، وقد ترجمت بعض كتبه في هذا القرن إلى اللغات الأجنبية. عمل الجاحظ في وظائف كثيرة منها التدريس، وكان أبناء الخليفة المتوكل من طلابه مدة قصيرة. ذكر أن الجاحظ أصبح كاتبا لرجل من رجال السياسة هو إبراهيم بن عباس الصولي، لكن الصولي طرده بعد 3 أيام لأنه كان قبيح الوجه. وذكر أيضا أن الجاحظ شوهد يتجول في بغداد، فأقبلت عليه امرأة وأخذته من يده وذهبت به إلى صائغ دون أن تتكلم. فلما وصل قالت المرأة للصائغ: ارسم لي صورة مثل صورة هذا الرجل، وانصرفت. فسأل الجاحظ الصائغ: ما قصة هذه المرأة؟ فقال: لقد طلبت مني أن أرسم لها صورة الشيطان على خاتمها، فأخبرتها بأنني لم أشاهد الشيطان حتى أرسم لها صورة كصورته، فتركتني دون أن تتكلم، وبعد ساعة رجعت وأنت معها. فانصرف الجاحظ وهو يضحك. The basic text will now be read in segments. Repeat after each segment. الجاحظ 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 من كبار أدباء القرن التاسع الميلادي. الجاحظ من كبار أدباء القرن التاسع الميلادي. لسنا نعرف شيئا كثيرا عن حياته، لسنا نعرف شيئا كثيرا عن حياته، وهو صغير، وهو صغير، لكننا نعرف، لكننا نعرف
أنه ولد في البصرة؟ أنه ولد في البصرة وأنه أحب العلم حبا عظيما. وأنه أحب العلم حبا عظيما. كما نعرف أنه درس كثيرا من الكتب العربية والكتب الأجنبية التي ترجمت إلى العربية. عرف الجاحظ بإنتاجه الأدبي العظيم. فقد كتب عددا كبيرا من الكتب. لكن كتبه التي وصلتنا ليست أكثر من 30. وقد ترجمت بعض كتبه في هذا القرن إلى اللغات الأجنبية. عمل الجاحظ في وظائف كثيرة منها التدريس وكان أبناء الخليفة المتوكل من طلابه مدة قصيرة ذكر أن الجاحظ
ذكر أن الجاحظ أصبح كاتبا لرجل من رجال السياسة أصبح كاتبا لرجل من رجال السياسة هو إبراهيم ابن عباس الصولي هو إبراهيم ابن عباس الصولي لكن الصولي طرده بعد 3 أيام لكن الصولي طرده بعد 3 أيام لأنه كان قبيح الوجه لأنه كان قبيح الوجه وذكر أيضا أن الجاحظ وذكر أيضا أن الجاحظ شوهد يتجول في بغداد شوهد يتجول في بغداد فأقبلت عليه امرأة فأقبلت عليه امرأة وأخذته من يده وأخذته من يده وذهبت به إلى صائغ وذهبت به إلى صائغ دون أن تتكلم دون أن تتكلم فلما وصل فلما وصل قالت المرأة للصائغ قالت المرأة للصائغ أرسم لي صورة مثل صورة هذا الرجل أرسم لي صورة مثل صورة هذا الرجل وانصرفت وانصرفت فسأل الجاحظ الصائغ فسأل الجاحظ الصائغ ما قصة هذه المرأة؟ ما قصة هذه المرأة؟
فقال فقال لقد طلبت مني لقد طلبت مني أن أرسم لها صورة الشيطان أن أرسم لها صورة الشيطان على خاتمها على خاتمها فأخبرتها فأخبرتها بأنني لم أشاهد الشيطان بأنني لم أشاهد الشيطان حتى أرسم لها صورة كصورته حتى أرسم لها صورة كصورته فتركتني دون أن تتكلم فتركتني دون أن تتكلم وبعد ساعة وبعد ساعة رجعت وأنت معها رجعت وأنت معها فانصرف الجاحظ وهو يضحك فانصرف الجاحظ وهو يضحك
Drill 1, page 451, Conjugation of Quadriliterals. This drill has two parts. The first drills the perfect tense, and the second the imperfect tense of a quadriliteral verb. The sentence in A means, he translated the French books. ترجم الكتب الفرنسية. There are 8 cues. Proceed. Here. ترجمت الكتب الفرنسية. أنتم. ترجمتم الكتب الفرنسية. أنا. ترجمت الكتب الفرنسية. نحن. ترجمنا الكتب الفرنسية. هما. ترجم الكتب الفرنسية. هن. ترجمنا الكتب الفرنسية. أنت. ترجمت الكتب الفرنسية. هو. ترجم الكتب الفرنسية. In part B, the Arabic sentence means, you must translate these articles. يجب أن تترجم هذه المقالات. There are 9 cues. Begin. هو. يجب أن يترجم هذه المقالات. أنا. يجب أن أترجم هذه المقالات. نحن. يجب أن نترجم هذه المقالات. أنتن. يجب أن تترجمن هذه المقالات. أنتم. يجب أن تترجموا هذه المقالات. هما. يجب أن يترجم هذه المقالات. هن. يجب أن يترجمن هذه المقالات. هم.
يجب أن يترجموا هذه المقالات. أنت يجب أن تترجم هذه المقالات.
Drill 2, page 459. Conjugation of perfect passive. This drill has three parts. The sentence in part A means, "He was honored there." The Arabic sentence is, "Ukrima hunak." There are eight cues. Proceed. Huwa. Ukrima hunak. Hum. Ukrimu hunak. Nahnu. أكرمنا هناك أنتما أكرمتما هناك هن أكرمنا هناك أنت أكرمت هناك هما أكرما هناك أنا أكرمت هناك. In the second part, the Arabic sentence means he was seen there. شوهد هناك. There are eight cues. Begin. هو شوهد هناك. هم شوهدوا هناك نحن شوهدنا هناك أنتما شوهدتما هناك هن شوهدنا هناك أنت شوهدت هناك هما شوهدا هناك أنا شوهدت هناك The last sentence means he was honored there. احترم هناك There are eight cues. Begin. هو احترم هناك هم احترموا هناك نحن احترمنا هناك أنتما احترمتما هناك هن O
احترمنا هناك. أنت احترمت هناك. هما احترم هناك. أنا احترمت هناك. Drill 3, page 459. Conjugation of perfect passive. A. He was met with a tremendous reception. استقبل استقبالا عظيما. Proceed. أنا استقبلت استقبالا عظيما. نحن استقبلنا استقبالا عظيما. أنتم استقبلتم استقبالا عظيما. أنت استقبلت استقبالا عظيما. أنتما استقبلتما استقبالا عظيما. أنتن استقبلتن استقبالا عظيما. هم استقبل استقبالا عظيما. هو استقبل استقبالا عظيما. الرجل استقبل استقبالا عظيما. المراسلون استقبل استقبالا عظيما. النساء استقبلنا استقبالا عظيما. المرأتان استقبلتا استقبالا عظيما. Part B. He was thrown out of the office. أخرج من المكتب. Proceed. أنا أخرجت من المكتب. أنتم
أخرجتم من المكتب. هما أخرج من المكتب. نحن أخرجنا من المكتب. هو أخرج من المكتب. هم أخرجوا من المكتب. الأولاد أخرجوا من المكتب. الرجال أخرجوا من المكتب. Drill 4, page 460. Transformation from active to passive voice. Part A. The Arabic sentences mean, they met the president with a tremendous reception, which becomes, the president was met with a tremendous reception. استقبلوا الرئيس استقبالا عظيما. تصبح استقبل الرئيس استقبالا عظيما. Proceed. واحد أخبرني سليم بأن نانسي تدرس العربية. أخبرت بأن نانسي تدرس العربية. اثنان تركها في الدار. تركت في الدار. ثلاثة شاهدكم في الشارع مساء أمس. شوهدتم في الشارع مساء أمس. أربعة نشرت الجامعة كثيرا من الكتب. نشر كثير من الكتب. خمسة أنشأ الأديب هذه المجلة في النصف الأول من هذا القرن. أنشئت هذه المجلة في النصف الأول من هذا القرن. ستة منعني من حضور الاجتماع. منعت من حضور الاجتماع. سبعة رسموا صورة جميلة.
رسمت صورة جميلة. ثمانية. منح الأديبة $2,000. منح الأديب $2,000. B. The sentence, "The Bedouin welcomed the visitor," becomes, "The visitor was welcomed." رحب البدوي بالزائر تصبح رحب بالزائر. Proceed. واحد. بحثنا عن السلام في الشرق الأوسط. بحث عن السلام في الشرق الأوسط. اثنان. نظرت في هذه المشكلة الصعبة. نظر في هذه المشكلة الصعبة. ثلاثة. اعتمدوا على مساعدته. اعتمد على مساعدته. أربعة. سمحتم لها بالذهاب. سمح لها بالذهاب.
Drill 7, page 466, Oral Comprehension Passage. Listen to the following passage, which will be read to you in Arabic, and then answer the questions on page 467. كان لي صديق أمريكي اسمه فرانك ويليامز. عرف بحبه لمصر وإعجابه بآثارها القديمة، وكان يذهب كل صيف إلى مصر لزيارة متاحفها. ذهبت يوما لزيارة ويليامز فشاهدت عنده صورا عن الحياة اليومية في مصر القديمة. كنت قد شاهدت هذه الصور في متحف القاهرة، وكنت أعلم أن الحكومة المصرية تمنع أخذ صور في المتحف. سألت صديقي كيف حصل على الصور، فقال: طلبت من مدير المتحف أن يسمح لي بالتصوير فلم يفعل، لهذا قررت أن أرسم الصور، وأخذت أذهب كل يوم إلى المتحف فأجلس أمام الصور وأنظر إليها طويلا، ثم أنصرف بعد ساعات وأرجع إلى بيتي فأرسمها، وبعد شهرين تم رسم الصور. سألت صديقي: هل علم مدير المتحف بذلك؟ قال: لما أكملت رسم الصور أخذتها إلى مدير المتحف، فضحك وطلب مني أن أرسم له مثلها في زيارة القادمة. End of lesson 29.